هؤلاء هم شبان فرقة حلم الجنوب المسرحية، يخرجون كل مساء في رمضان إلى شوارع البصرة جنوبي العراق بأزياء المهرجين، ويجمعون تبرعات مالية من المواطنين، وتوجه التبرعات إلى الأطفال الأيتام ومرضى السرطان. يوميا نطلع عروض بلياتشو مثل ما قاعد تشوفون وراي، عروض بلياتشو بالشارع، نعرض من أجل جمع التبرعات للأيتام لشراء 500 طفل يشترينهم ملابس خلال العيد. وبعدها راح تكون وقفة للسرطان، لأطفال السرطان في شوارع البصرة. راح يكون الفكرة من عندها وقفة البنفسج، هي الفكرة حلاقة الرأس والتثقيف لأجل أطفال السرطان. لكن قوات الأمن عارضت تجول أعضاء الفرقة بأزياء المهرجين في شوارع البصرة بسبب التوتر الأمني في العراق في الآونة الأخيرة. واجهنا اعتراضات في الشارع خصوصا الأيام الأخيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في البصرة. كان الرفض مو من الجيش، بس الجيش كانوا يخافون على التجمعات، يعني تجمع شباب وناس شيء جديد بالمنطقة، فأكيد يخافون من هذا الشيء، كانوا يرفضون أنه نتجمع. المشاركون في جمع التبرعات قالوا إن الحملة في شوارع البصرة سبقها إعداد مكثف، وسألوا الناس عن رأيهم فيها. هذا شيء يعني دلال على أنه فت شيء أكو فت خير بهالبلد هذا، أنه هاي الشباب وهاي الشريحة تقوم بعمل جيد في سبيل المرضى وفي سبيل مساعدة الناس. ويتبادل المهرجون المشاركون في الحملة الدعابات مع المارة ويمزحون مع الأطفال الصغار. وتضم فرقة حلم الجنوب المسرحية 40 عضوا.